السلو ديالي راه تيجي بحال الا درتي ليه السكر بحال درتي ليه الزبده تيجي بنين. جربوا غادي يعجبكم وصحي مزيان. اللي عنده مرض السكر الناس اللي عندهم ربي يشافي لهم. هذه ديال التمر وديال الزبيب وديال المشماش العسل ديال هاد الفواكه جافه، وهذا ديالنا تقليدي مغربي 100% بالزبدة بالعسل باللوز بكل شيء هو بالبراد اتاي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو جديد، نهار جديد، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو بصحة جيدة يا ربي. اليوم جبت لكم واحد السلو بالفواكه جافة، ها هما بدون الزبدة بدون الزيت بدون السكر. هذا تيجي زوين اللي عنده المرض ديال السكر، ما ملي ما عندوش المرض ديال السكر حنانين نقدروا ناكلو باش نقصوا شوية من السكر طالما في صحتنا ما ناكلوش بزاف السكر. يبقى غادي ندير لكم، وانا ديجا راه درت هذا ديال هو السلو بالزيت لا ماشي بالزيت، بالعسل الزبده، سلو مغربي تقليدي هو درته هنايا. وغادي ندير معكم هذا بدون سكر بدون زيت. غادي نبدا معكم، انا درته شويه في الجرده، هي درت معكم في الجرده، من كاين شويه الريح ما نعرف واش غادي تسمعوا ليا. درت هنايا هذه راه الجنجلان، راه طحنته حتى ولا املو ولا ليكيد باش ما نديروش الزبده، ما نسحقوش بالزبده في هذا السلو هذا. وهنايا راه شتي راه درتو حتى طحن مزيان قليتو، وطحنت هذه اللوز قليتو طحنتو حتى ولا املو حتى ولا ليكيد. هذا راه اللوز طحنتو هكا ما طحنتو مزيان، وهنايا درتو مهلومش درتو على 3 فوا 3 د الخطرات، درت واحد ليكيد ودرت واحد طحين هكا بودغ، ودرت هذا مكسر شويه. وهنايا حبت الحلاوه، وهنايا النفع هو طحنته حتى ولا حتى هو باش ما غاديش نحتاجو الزبده لا السكر لا حاجه ليكيد. هنايا عندنا هذه، غادي نوري لكم راه هنايا عندي العسل ديال الزبيب، ها هو في البلاصه ديال السكر نديرو العسل ديال الزبيب، ولا طحنوا الزبيب ها هو طحنوا الزبيب حتى يكون كيما هكا. وعندي العسل ديال التمر، راه هاد السلو هذا راه زوين تيجي صحي، ها هو العسل ديال التمر هاد التمر. وعندي المشماش، هو المشماش العسل ديال المشماش، ماشي الكونفيتور، باسكو كاينه الكونفيتور ديال المشماش وكاينه ها هو راه العسل ها هو. تقدروا ديروا في الدار العسل، تقدروا تشريوه، انا شريته. وعندي القرفه هنايا، ها هي الكانيل، وعندي هنايا الجوزه شويه ديال الجوزه. غادي نبدا بالسائل هادو، وعندي الطحين ها هو طحين قليتو، عندي 400 غرام هادي طحين، ما غاديش نكثرو باسكو ديجا درت هاد السلو هذا اهو.
هو درته هذا. غادي ندير معكم العسل ديال تندير العسل ديال المشمش و غادي نسبق داك الشيء ديال العسل اللي كيد عاد ندير الطحين داك الشيء اللي هنايا شفتوا العسل ديال التمر هنايا العسل ديال التمر ماشي العسل العسل ديال هنايا العسل ديال الزبيب ها هو باش تنصور العسل ديال الزبيب هنايا ديال التمر ها هو غادي ندير العسل ديال التمر نسبق هاد المكونات سائلة وما تشوفوا هنايا سي النافر دابا غادي ندير اللوز غادي ندير جنجلان غندير اللوز هذا بودغ ندير هذا هو ندير شوية من الجوزة هي الجوزة ندير شوية من القرفة واحد المعلقة هكاك صغيرة ديال القرفة هاد الشي اللي كاين عندنا غادي ندير دابا الطحين هذا اللي عندنا دابا غادي نخلط هاد المكونات اللي عندي هو غادي ندير بيديا هو تيجي زوين يحلو بدون الزبده ما عندناش الزبده فيها ما عندناش اي حاجه ديال ليدام دهنيات ما فيهاش باسكو درت العسل هذا راه تيجي صحي زوين درت 400 غرام ديال الطحين ها هو خلطو حتى
تجي راه زوين، جربوا غادي يعجبكم. وهذا اللي درت ديال تقليدي، هذا هو السلو ديالي، هو راه نتمل فيها ليدام بحال درنا الزبده وما درنا فيها غير العسل ديال الفواكه جافه، ها هما ديال التمر وديال البرقوق وديال الزبيب، ها هو هذا العسل اللي درنا فيه، يتجي زوين يبنين، فيه السكر تقولوا درتوا السكر فيه، السكر راه التمر راه فيها العسل، راه حلوه هذا، راه حلو الزبيب حتى هو راه حلو والصحي، اللي عنده المرض السكر راه زوين ليه، الله ربي يشافي الجميع. وهذا التقليدي ديالنا، فيها الزبده وفيها العسل فيها اللوز فيها كل شيء، هذا الشيء اللي درت معكم اليوم، ونديروه مع البراد ديال اتاي. نتمنى يعجبكم وبصحتكم، الفيديو يديروا ليا لايك، تابعوا القناة يوصلكم كل شيء الجديد، شكرا لكم على المشاهدة.